السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. أنا بحبك في الله، ربنا يبارك فيك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يجزيك خير. معلش يا شيخ، أنا ليا أختين بنات يعني كبار ومتجوزين وعندهم أولاد وكده، ولكن حصل خلاف ما بيننا. الخلاف سببه إن هما بيتكلموا عن بنتي. بنتي عندها 17 سنة والحمد لله بنتي كويسه، يعني انا اعرف عنها انها مؤدبه وكويسه. بنتك لكن بيتكلموا عنها بطريقه مش كويسه. عفوا اعد لي السؤال من الاول. بقول لحضرتك ليا اختين. لك اختان؟ لك اختان؟ ليا اختان. تمام. بيتكلموا عن بنتي اللي هي عندها 17 سنه بطريقه مش كويسه في ادابها واخلاقها، وانا متاكد ان بنتي ادابها واخلاقها يعني مؤدبه وكويسه، وهم ما عندهمش اي أدلة أو أي حاجة على اللي هم بيقولوه. طيب. وولادهم، ولاد أختين دول ولد وبنت، برضو يعني بيغلسوا على بنتي بالكلام وبيتكلموا عنها ومعاها بطريقة مش كويسة خالص. وطبعا احنا في بلد أرياف، فأي كلام هيتنشر أو هيتقال هيسوأ سمعة بنتي ويعطل زواجها وكده. فأنا علشان ما يحصلش الظروف دي اضطريت إن أنا دلوقتي ما بروحش أزورهم ولا بروح لهم بيتهم، ولكن لو قابلتهم بسلم عليهم. فهل بالطريقه دي كده انا اسم، انا كده يعني عندي ذنب ولا عادي؟ لا لست باسم، لكن بين الحين والحين كل 5 شهور 6 شهور 4 شهور هديه وروح لهم تكسر الحاجز. بس ما المشكله يا شيخ ان انا لو رحت لهم، هو ما فيش مشكله لو انا رحت لهم، بس لو رحت لهم هم هيجوا لي وهيبقى ايه، ويرجع بقى حبل الود يمتد تاني ويرجعوا يعني كل 4 شهور يسلموا تاني. كل 3 كلها ان هم مش شايفين ان هم كونهم بيتكلموا على بنتي بالشكل ده، مش شايفين ده خطا وشايفين ده حاجه عاديه، وايه المشكله وايه اللي حصل. فانا بصراحه انا عامل كده علشان ما اروحش يعني عندهم، هم يجوا عندي ويتكلموا عني تاني. ف اصبر، انت نصحتهما؟ ايه؟ ايوه طبعا، انا ده الكلام كان موجه ليا بشكل مباشر، وطبعا انا يعني نصحتهم وطلبت منهم ان هم ما يعملوش كده، ولكن ما كانش فيه عنده، ما كانش فيه منهم اي اهتمام بالموضوع. يعني انا ابن اختي عنده 18 سنه كان بيقف قدام بيتي باستمرار مستني بنتي تخرج وتدخل، فانا طلبت منهم يمنعوه، لان هو اصلا ملوش يعني ده مش جنب بيته ولا قريب منه، ليه واقف قدام بيتي؟ فكانوا بيردوا لا طبعا من حقه يقف، وايه المشكله انه يقف في الشارع؟ تمام. يعني انا شايف طبعا في الاخر، طبعا انا برضو انا راجل من الاياس وخايف على سمعه بنتي، وعايز ربنا يكرمنا وما يحصلش مشكله يعني تتجوز، ربنا يكرمها بالزواج. أمين. بالطريقه دي طبعا في بلد ارياف بالشكل ده مش هيحصل زواج طبعا. في حد منهم يريد ان يزوج بنتك لابنه ولا حاجه؟ مش لا، هو ال 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 لا اختي ولا جوزها عايزين، ولكن هو ابن اختي ده قال الكلام ده وقاله بطريقه مش كويسه، قاعد يقول دي بيتكلمني في التليفون، دي بتحبني، دي مش عارف ايه، وده ما حصلش. يعني انا في حالها يعني عشان تتجوزوا. ماشي. المهم على كل حال انظر الى الصالح وافعله قدر الاستطاعه، وخليك بالوصلة ولو بالهاتف. جزاك الله خير. ربنا يجزيك. مع دعاء لن يصرف عنك السوء المكروه، أهم حاجة في الموضوع. آمين يا رب. ربنا يبارك. الله يسلمك. ربنا يحفظك. الله يبارك فيك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم.